يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الحكيم إن شجرة الزقوم طعام والخبز يغلي في البطون فغلل الحميد خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق عنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنة يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم من نور يدعون